نهني الشعب العراقي العظيم بعيد الأضحى المبارك والأمة الإسلامية، وإن شاء الله عيد الخير والبركة يعم على بلادنا إن شاء الله. أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أبناء محافظة صلاح الدين وإلى أبناء مدينة بلد، بالخصوص بمناسبة حلول أيام عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين والمؤمنين في العراق بالخير والبركة. والله أمنياتنا إن شاء الله يعني الأمن والأمان والاستقرار ما شاء الله الأمور طيبة زين الحمد لله وشكر. كل عام وانت بخير من العائدين يا رب، وإن شاء الله صحة وسلامة للجميع إن شاء الله وعلى العالم الإسلامي وعلى حجاجنا. نهني الشعب العراقي والعالم بحلول عيد الأضحى المبارك الذي حله علينا الله عز وجل. والله مياتنا كثيرة، يعني عم الأمن والأمان، وأكو ميات داخلية كل شخص يتمناها إن شاء الله تتحقق ونجدها أمامنا إن شاء الله. عيد مبارك إن شاء الله للشعب العراقي، إن شاء الله مبارك للشعب العراقي العيد المبارك إن شاء الله. أي والله بيت الله واحد يزوره إن شاء الله حج بإذن الله. أمنياتنا إن شاء الله الأمور تصير طيبة وأحسن للعالم أجمعين إن شاء الله. وهذا